أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي ينقلبون. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بما رفعتم في دين الله إن كنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحهما كهوها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله وإنه لمن الصادقين. والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من العزم. والذين تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمساكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تغلقونه بألسنتكم وتقولوا بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هنيا وهو عند الله وهو عند الله عظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم لعن على سعود اللهم لعن بني أمية قاتبة ألا لعنة الله على القوم الظالمين إلى يوم القيامة اللهم صل على محمد وآل محمد